أن لورنس البرسان من أعيان قبيلة الولدة من ضمن منطقة الرقة على إثر ما انطلقنا من قول الله سبحانه وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نحن ضمن منطقة قبلية كصبغة رسمية ضمن منطقة الجزيرة السورية. الآن نحن ضمن فترة حرجة ومفصلية، نلاحظ التهديدات التي تمر على منطقتنا من قبل الاحتلال التركي، من قبل دولة جارة لم تحترم العهود والمواثيق الدولية ولا حق الجوار. طبعا انتقلت هنا الحرب ضمن الفترات السابقة من حرب الآلة العسكرية إلى حرب المجاعات إلى حرب التضييق. نعم نعلم أن هناك يوجد على منطقتنا حصار بشكل كامل. إذن هناك تعويل من جانبين، الجانب الأول كما ذكرنا أممي يعتمد على دول التحالف الدولي التي حاربت الإرهاب وكان ضحيتها مجتمع بشكل كامل ضمن منطقة شمال وشرق سوريا والرقة بالتحديد والتخصيص، والجزء الآخر هو ضمن إدارتنا. نعم هي صحيح هي إدارة من أبنائنا، لكن تحتاج مقومات، تحتاج التركيز على مجموعة من النقاط، أن نفكر بجدية كيف نطور منطقتنا. كما ذكرنا منطقتنا هي منطقة الغلال الرئيسية التي تكفي سوريا وبإمكاننا التصدير إلى الخارج، بإمكاننا كما ذكرنا إنشاء معامل رديفة للزراعة كمعامل الزيوت كما ذكرنا والكونسروة ومعامل السكر من الشوندر السكري، كانت المنطقة تصدر للخارج ضمن السنين السابقة. إنشاء معمل لصهر الحديد، وخصوصا كما نعلم تم تدمير ما يقارب 80% من المدينة وتحتاج إعمار وتحتاج بشكل أساسي إلى مادة الحديد للإنشاءات. إذن هي تحتاج إلى توجه صحيح فقط من الإدارة الذاتية لإنعاش المنطقة بيد أبنائها وبخبرات من ضمن أبنائها الموجودون لتعود مركبة التطور والحداثة وعودة على ذي بدء إطعام هذه المكونات الموجودة من صنع أيديها. مسألة توفير الأسمدة التي لا تصنع لدينا ضمن المنطقة نحتاج استيرادها، يجب أن يكون هناك تسهيل باتجاه تأمين هذه المادة الرئيسية لوجود زراعة جيدة. كما ذكرنا ضمن الفترات السابقة حصل هناك نقص في مادة الطحين، فأيضا يجب أن يكون هناك تسهيلات. هناك أيضا نقص في مادة المحروقات، ونحن كما نعلم أن منطقتنا هي المنطقة الرئيسية التي تعج بآبار النفط ويتم استخراج أغلب نفط سوريا من ضمن هذه المنطقة. فيعجب المواطن أن منطقتنا نفطية بحتة ولا يوجد لديه هذه المادة لتوفيرها إما للتدفئة أو استخدامها لمحركات الزراعة. إذن عندما نبحث في جميع المحاور نجد أن طلب المواطن أن يعيش بحياة كريمة، أن يكتفي اكتفاء ذاتي وينتقل من ثم إلى الحالة الأمنية أن يعيش بأمان كما استشهدنا سابقا. بحكم تكليفي
بشكل تطوعي ضمن الفترات السابقة كشخص مجتمعي وصلت وصل ما بين المجتمع والإدارة بمتابعة الأمور ومتابعة الشأن الإداري وشكاوى المواطنين في منطقة شمال وشرق سوريا، ترد إلينا كثير من الشكاوى، شكاوى في النواحي الأمنية، شكاوى في النواحي الخدمية، شكاوى في النواحي الإدارية. يوجد هناك آلاف من أبنائنا الذين تم تسجيلهم في مكاتب التشغيل ويحتاجون إلى عمل، لديهم الخبرة، لديهم المؤهل العلمي المناسب، لكن لا توجد فرصة للعمل. هناك أيضا ناحية الفساد، والفساد له شقين. أولا الفساد المالي وهو أعتبره بسيط، وهناك الفساد الإداري. الفساد المالي هو واضح، ضعاف نفوس يستغلون منصبهم أو سلطتهم ليقتاتوا ببعض القروش. أما الفساد الإداري ألا وهو وجود بعض الشخصيات التي لا تستطيع إدارة الأمور في موقع يعول عليه ضمن المجتمع، فإذا هذا الشخص لا يوجد لديه الخبرة، كيف سينفع أبناء هذا المجتمع؟ لا يوجد لديه الحنكة في إدارة الأمور، فكيف سيدير هذا المجتمع؟ ولكن لا نذهب كل البعد باتجاه تجربة المحاصصة. تجربة المحاصصة هي تجربة فاشلة بحسب ما أثبتتها دول الجوار، كما في لبنان هناك تجربة المحاصصة السياسية الموجودة بالاعتماد على الطوائف والمكونات، ونرى الآن هذه المحاصصة أين أدت بلبنان، أدت بها إلى دمار اقتصادي ودمار مجتمعي، ورأينا الثورات السابقة ضمن بيروت والمناطق الأخرى. كذلك في العراق منذ عام 2003 تم اعتماد المحاصصة الإثنية والمحاصصة العشائرية، وكما نلاحظ الآن أين وصلت بهم هذه المحاصصة. فإذا نعتمد بشكل أساسي، بدون أن نعتمد على هذه المحاصصة، أبناء هذه المنطقة هم أبناء مكون واحد. إذا رجعنا إلى الأنساب نجدهم أبناء مكون واحد. نعتمد هنا على محاصصة التكنوقراط، نعم من هذه القبيلة، نحن نحتاج تكنوقراط ولديها كل عشيرة من العشائر لديها شخصيات مثقفة، فلا نعتمد على الرمزية في المحاصصة، بل على التكنوقراط في المحاصصة لكي ننجح وننهض بمنطقتنا بشكل كامل. طبعا في الختام، نحن كمجتمع كما ذكرنا عانى ويلات الحروب، عانى من ساحة الصراع الدولية التي استخدمت أرضنا وشعبنا فيها بالوكالة، استخدمت فيها جميع وسائل التدمير الشامل، كعينات للتجربة جربوها في أرضنا وجربوها في شعبنا. هذا الشعب وما عاناه وصموده وإصراره، وكما نرى الآن عندما نتجول في هذه المحافظة التي دمرت كما ذكرنا 80% وتم إعادة إعمارها وتم توفير فيها سبل العيش البسيطة التي تحتاج إلى مقومات أكبر، يحتاج هذا الشعب الآن بعد هذا العناء إلى الاستقرار، يحتاج إلى الأمان، يحتاج أن تبتعد عن آلة الحرب وهذه التصفيات الدولية عن هذه المنطقة، تحتاج إلى بعض التعاطف الدولي والإنسانية الدولية. يكفينا دمار، يكفينا قتل، يكفينا تهجير، نحتاج إلى الإنسانية، نحتاج إلى إنسانية الغرب قبل إنسانية العرب، نحتاج إلى الإنسانية
في التعامل مع هكذا بشر كافح وعانى. وشكراً.